يقول انا مراتي ست نكديه بقالي 5 سنوات ما شفتش يوم حلو. تدخل الاب الكاهن الذي كتب عقد الزواج، تدخل اكثر من مره والحال ما هديش. كرهت نفسي، ارجو الرب شوف ايه اسباب النكد عند مراتك، يعني ايه اللي بيخليها تبقى نكديه، وحاول تعالج الاسباب. والمراه النكديه برضه لازم تاخد بالها انها بتطفش الراجل، يحتملها مره ومرتين وعشره وعشرين وبعدين هيزهق. وهو مش متجوز واحده تنكد عليها.